وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بص يا شيخ، لما تبقى يعني الناس دلوقتي يعني ضلت طريقها، والنسوان متعرية في كل حتة يعني في الشارع زي ما انت شايف، ماشي، المفروض ان احنا نرجع لمين؟ لحضرتك والشيوخ يعني، صح؟ المهم نعرف المفروض يعني نسأل ونعرف الدين من حضرتك، صح؟ نعم اتفضل. يوم ايه الموضوع؟ نعم؟ ما الموضوع؟ بس هدي نفسك كده واذكر الله. قل لا اله الا الله. سيدي تعبانة جدا. لا اذكر الله بس، اهدى كده. تعبانة؟ لا العفو، اذكر الله، اذكر الله بس، هدي اعصابك. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اذكر الله كده وهدي اعصابك، وان شاء الله مع صابرين معك. ماشي. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده وقل لا اله الا الله. ماشي. دلوقتي يا شيخ انا لما ابقى شاب باخد مثلا 2000 ونص، حلو؟ حلو. لا مش حلو، 2000 ونص مش حلو الايام دي. ايوه مش حلو طبعا. اما لما اجي مثلا اجيب اكل ولا اجيب، وعايز اتجوز مثلا، عايز احس نفسي يعني انا الحياه كده الصوت خالص كده، انا دلوقتي مثلا عشان لا لا ما زعلش يا حبيبي، ما زعلش. عفوا عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ماشي. بس برضه النبي اصبر، بس اصبر اصبر يا حبيبي. حاضر حاضر. هاي كثير ليه كده؟ النبي الله قال: وليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر اكمل. حاضر. ما فيش في بلدكم واحده سيب حلوه كانت متجوزه قبل كده واتطلقت او جوزها مات؟ سالت والله، بس هم في البيت قالوا لي انت ايه ده؟ السبب بقى خلاص، ما الرسول احسن منك واحسن من ابيك واحسن من ابي، وتزوج السيده خديجه. ماشي. طب انا دلوقتي اتجوزت سيده زي حضرتك. ايوه. اما ربنا في الحلال. ده عطر حلال منين؟ ما هو ده كان ده كيلو العدس ب 50 جنيه. ايه؟ يعني ده كيلو العدس دلوقتي ب 50 جنيه. ونعمل ايه؟ ما بتكلم المسؤولين، انا مالي مالي كيلو العدس ب 50 جنيه، انا بفتي هنا فتاوى. ويا رب. هو ما فيش ان، بص يا شيخ، ما فيش ان الشاب دلوقتي يمشي مستقيم ويمشي بالدين. يعني انا دلوقتي شاب عشان اصلي واستقيم وامشي بالدين، لازم ايه؟ لازم يكون في حاجات بتساعدني على كده. اقول ايه؟ ولا انا هضل يا اخي، انا هضل طريقي. استنى بس، صبرا صبرا. انت تتقاضى مرتب كم؟ 2000 ونص. 2000 ونص. ساكن ولا في بيتكم؟ في البيت بتاعنا. في البيت. 2000 ونص. بتذهب للمواصله وترجع بكم للعمل؟ المواصله ثلاثه رايح وثلاثه جاي. اه يعني في الشهر كم مواصلات؟ 500 جنيه. يبقى تبقى لك 2000 جنيه. كيلو البطاطس بكم يا حبيبي؟ ب 13 جنيه. كيلو البطاطس ب 13 جنيه. كيلو بطاطس هيكفيك يوم، وكيلو رز معاه وتحلت. ايوه كيلو رز 24 جنيه تمام. اشتغل كمان على توك توك ولا اي حاجه يا عم، اشتغل اي واحد شغلك على توك توك وتكسب. وباذن الله كل الناس بتمر بالضيق. لا ده مش ضيق عادي يا شيخ بصراحه، مش ضيق عادي، ودي مش عيشه ابدا ابدا. انا مش عارف اعمل ايه. طيب قول لي، قول لي ما الذي اعمل؟ مش عارف والله يا شيخ، انا اتخنقت والله بجد، وقلت انا مش عارف استقيم اصلا بجد. انا من ساعه ما بديت استقيم بصراحه، وشايف ان الموضوع صعب. يعني والله يا شيخنا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فاصبر وابحث عن عمل اخر. وانت من اي البلاد؟ انا نفسي والله اسافر، بس انا مش عارف اسافر. انت من اي البلاد؟ بلدك ايه؟ بلدك؟ انا من بورسعيد. بورسعيد. ممكن تكلمني في الهاتف الخاص؟ ماشي ان شاء الله. شكرا. السلام. مع حالة مثلا. والحمد لله انه وجد عمل، غيره مش لاقي عمل اصلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟